إيه، مساء الخير يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مشكلة وحل. إيه، أنا طبعا متابعة للدكتور ألف مبروك عطية من ساعة ما طلع، وأنا بحبه جدا، وبقول له إيه، بقول له إن أنا إيه، ما هنزل مصر هجيب لك أحلى هدية علشان فيديوهاتك الجميلة دي. يعني إيه، جعلتني يعني إن أنا مبسوطة على طول. أوكي، إيه، فيديوهاتك حلوة وأنا بحبك جدا. وإيه المشكلة بتقول ايه؟ اذا عجبكم الفيديو اعمل لايكات. إيه، معكم ماجدة مصرية بالخارج، بتكلم في كل حاجة ان شاء الله، وده الكارير الاساسي بتاعي. اوكي، المشكلة بتقول لك، هي بتقول لزوجها يمارس معها العلاقة، وبيقول لها ايه، روحي شوفي لك واحد من بره. فليه هنمسك الموضوع من ناحيتها ومن ناحيته، وازاي نتلافى المشكلة دي وازاي نحلها. اذا عجبكم الفيديو اعمل لايكات. وايه، هنبدا على بركه الله. اول حاجه، اللي نسبه الضعف الجنسي في مصر بقت 63%. ليه؟ سوء التغذيه والاحوال النفسيه، وايه، فقدان الشباب للتارجت للحياه، وبالنسبه لكبار السن الامراض وتبعياتها. اوكي، والامراض والادويه. ليه الراجل بيقول للست كده؟ اول حاجه لازم يكون الفرق العمر بين الراجل والست ما يبقاش كبير، لان هو هيعجز بسرعه. ليه؟ لان بعد سن الـ40 معرض لثلاث امراض، والثلاث امراض ليهم تبعيات على الجنس، سواء المرض والادويه، وخصوصا مرض السكر. اوكي، ده نمره واحد. يبقى الفرق السن في الزواج very important. اوكي، كلما زاد السن هو انت هتكبر بسرعة، وهي هتفضل بنشاطها. نمرة اتنين، المرأة الاربعينية احسن توقيت للمرأة جنسيا ما بين 38 و47 سنة. اوكي، فدي بتبقى في اوج احتياجاتها الجنسية، وفي ايه، لان الولاد بيبقوا كبروا، وتبقى ايه، مفيش مسؤولية، بتنام كويس. اوكي، نمرة ثلاثة، الراجل البخيل هو اللي يقول ينطق الكلام ده. ليه؟ لان البخيل بايع كرامته ومش عايز يشتري اكل، عشان وهو عارف ان الاكل هو اللي بيغذي، فما عندوش استعداد للصرف. اوكي، يبقى ما بياكلش، وتبعيات ان هو ما بياكلش ان هو هيحصل له ضعف جنسي. اوكي، فايه، الرجل البخيل إيه، تتوقعه منه مش بس انه ايه، يقول لها روحي شوفي من بره، لا، ده ياخدها ويوديها للراجل ويقول له ديني ايه الحلاوة. اوكي، إيه بعد كده اللي بيحصل؟ ان الامراض والادوية ليها تبعيات على الجنس بنسبة 1000000%. طيب دلوقتي انا، لو انت واحده بنشاطك وانا يعني ايه اي كلام، اوكي، فايه، مش ما احطش نفسي بقى في الموقف ده، او حطيت نفسي فيه وخذلت منها. نمره خمسه، المراه دي بتتميز بان هي لسانها طويل، وبتتكلم كتير، وبتسفه، وفي حاجه اسمها فشل في التوقعات كذا مرة، وكلام بايح كذا مرة اتقفلت منها. اوكي، اما يتقفل الراجل من الست نتيجة طولة اللسان والتسفيه بالقصة دي، يعني كل ما المرأة تتكلم في القصة دي وتسفه فيها، كل ما يزداد النفور للرجل. اوكي، المرأة ايه، الرجل كائن بصري، والبصريات مهمة بالنسبة له. شكلك ايه وقاعدة ازاي، هو مش ماشين بيشتغل بالايه، بالريموت كنترول، لا، بيشتغل بالايه، بالمظهر العام المثير، بالريحة الحلوة، بالبرفانات، بالملابس المثيرة، الايه، الاهتمام بالجسد، والاهتمام بالايه، بالمظهر الخارجي، علشان الاثارة عن طريق النظر. ولكن اذا دخل الادوية ودخلت الامراض وسوء التغذية والحالة النفسية والبخل، يبقى ايه الامر، عايز تصليح. واحد اتنين تلاتة. اوكي، البخيل
مش هيصرف، ومش هي ايه مش هيهتم بصحته، ولا هيهتم بياكل ايه ولا بيشرب ايه. فده يبقى ايه الامر ايه محسوم معاه، ماشي. الناس اللي عندها امراض الجسم بيجدد نفسه، فانت ايه مشكلتك انك وقعت في المزلق ده، في المنزلق ده، علشان ما بتجددش جسمك. الجسم يتجدد بالصيام، يتجدد بالرياضة، يتجدد بكل الورق الأخضر العريض اللي بيترمى في السوق، ورق الخس، ورق البنجر، ورق الفجل، ورق أي ورقة عريضة، ورق اللفت، الأوراق الخضراء العريضة، تلمها وتاكلها. أوكي. الهرمون الجنسي بيمشي فيه الايه الكوليسترول. الكوليسترول يعني ايه؟ يعني شوربة العظم، يعني بيض. انا بنقي ارخص حاجة، بحاول انقي ارخص حاجة. اوكي ماشي. فايه شوربة العظم زي الفل، شوربة العدس زي الفل، بس تاكل حاجات تعلي ثاني اكسيد النتريك، اللي هي ايه البصل والثوم والزنجبيل والقرنفل والقرفة والحاجات الحامية وقرن الشطة الحراق وقرن الشطة. الراجل هنشوف تبعيات الكلام ده على المرأة. مش عايزة ايه تاخديها من قصرها وتمسكي التليفون تكلمي مع حد وتمارسي معاه ليه، ومش عايزة تخرجي وتهيصي ليه. طبعا المرأة ما بتكون عايشة مع راجل بالمنظر ده، هي هو مش محتاج يقول لها اعملي حاجة، هي اوريدي شايفاه ان هو ما بيحبهاش ولا تمثل له أهمية ببصلة. أوكي. فإيه هي ليه مستنية الراجل يقول لها الكلمة دي؟ أول حاجة واقع الكلام عليها هتقول لك إيه، اليوم اللي أنا ارتبطت فيه عايزة أندم ندم عمري علشان اتجوزته. أوكي. بيدفعني للإيه للخطيئة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في ناس على خلق ومتربيين فما يقدروش يعملوا الخطيئة، لكن هيعملوها. ليه؟ لأن الاحتياجات لما بتلح على البني آدم بإيه، وهو بيقول لها بيدي كونفرميشن إنك تطلعي، ففي يوم هتتجرب وهتتحط في التجربة لغاية ما تطلع وتعمل كده. دلوقتي الأول إيه هي حادة القنبلة، وقع القنبلة عليها، واحد اتنين تلاتة. واحد، خلاص سقط من نظري ان هو ايه، ان انا مش هصلح، يعني انا مش هصلح. اوكي. لا هلبس كويس، ولا ههتم بمظهري، ولا ايه، ولا ههتم بطريقة تغذيته، ولا ههتم بحاجة. انا ايه، انا عايزة من الاخر. فايه علشان الجهل، فايه هيحصل ايه؟ اول حاجة هتعمل ايه، هتبدأ بقى ايه تهتم بنفسها علشان تطلع لبره وتشوف مصلحتها. وبالتليفونات هتشتغل، يعني هو اداها الايه، اداها البرميشن ان هي تعمل، فهتعمل. وما تعمل لو لضمت مع واحد، اول ما تلضم مع الواحد ويديها الناقص هت ايه هتخش في الطلاق او ايه التكييس والاكل. ونشوفكم بخير ان شاء الله.